أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا التي مر على تدشينها 117 عاما. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد الروماني وسفير رومانيا بالقاهرة. وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وأبدى الرئيس السيسي تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى بلادهم. من جانبه نقل رئيس الوزراء الروماني إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس الروماني، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات. على مدار عقود مضت تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار، وتتسم بتقارب وجهات النظر ما بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي تظهر كل من القاهرة وبوخارست تثير اهتماما كبيرا وإرادة جادة لتعزيز العلاقات بين البلدين ونقلها لآفاق أرحب في شتى المجالات. علاقات تاريخية وثيقة تربط بين مصر ورومانيا، وليس أدل على ذلك من احتفال البلدين في عام 2006 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبوخارست. رغم ذلك تعود العلاقات والروابط بين مصر ورومانيا إلى أكثر من 100 عام مضت، وذلك من خلال التعاون في مجالات عدة. على سبيل المثال، أثناء فترة حفر قناة السويس، إلى جانب الروابط الدينية فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية والتي تمتد إلى قرون عديدة، تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عال من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر ما بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد ساهم انضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2007 في تعزيز العلاقات ما بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، اتساقا مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالتكتل. التنوع المتزايد بات سمة رئيسة في العلاقات المصرية الرومانية من خلال اتساع نطاق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تربط ما بين الجانبين، ومن بينها العلاقات الاقتصادية الثنائية. وقد تركزت أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا خلال الأعوام الماضية على والأرز والأسماك والأدوية والمستحضرات الطبية والأسمنت، بالإضافة إلى المنسوجات والخضر والفاكهة، فيما تركزت الواردات المصرية من رومانيا على القمح والأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمعادن. وفي ظل الفرص الاستثمارية المتميزة التي تحظى بها مصر امتدادا لمشروعاتها القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية، تفتح الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في مصر ورومانيا آفاقا جديدة نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين على مبدأين أساسيين هما التنسيق السياسي المشترك والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022. هذا وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا 1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 39.5%. We'll be right back.
ومزيد من المتابعة والقراءة والتفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، بعد التحية، يعني كيف ترصد لنا تطور العلاقات المصرية الرومانية في الأونة الأخيرة فيما يتعلق بالملف التعاون الاقتصادي؟ خالص تحية يا فندم. يعني يمكن حجم العلاقات الاقتصادية ما بين مصر ورومانيا سواء على مستوى التبادل التجاري أو حتى على مستوى الاستثمارات المتبادلة، يعني إذا ما أخذنا سلسلة زمنية خلال العشر سنوات الأخيرة هنجد أن هناك حجم كبير من التطور في هذه العلاقات اللي أوصل يمكن معدل التبادل التجاري ما بين الدولتين في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار. يمكن الدولة المصرية أيضا بتحتل فيما يتعلق بالقارة الإفريقية بتعتبر هي الأولى بالنسبة للصادرات الرومانية في القارة الإفريقية والمنطقة. رومانيا أيضا بتعتبر أو بتحتل المرتبة 42 من أهم الدول المستثمرة في مصر بحوالي 62 مشروع استثماري في رأس مال يقدر بحوالي 224.1 مليون دولار. هذه الأرقام لما تعبر عن حجم متزايد للتعاون الاقتصادي ما بين الدولتين يمكن بيعول كثيرا على تطور هذه الأرقام بل ومضاعفتها في حالة تشكيل منطقة التجارة الحرة القارية. استغلال الدولة المصرية باعتبارها يعني مدخلا مباشرا ومشروعا للنفاذ نحو الأسواق العربية والاقتصادية لما تمتاز به الدولة المصرية من علاقات في المحيط العربي ومحيط الإفريقي، كل هذه الأمور يعني بتنبئ أو يعني بتتنبأ بتزايد مطرد في حجم التبادل الاقتصادي ما بين الدولتين. طيب، يعني رئيس وزراء رومانيا حدد وقال صراحة إن لن يجد الجانب الروماني أفضل من مصر فيما يتعلق بالتعاون والوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط. كيف ترى مستقبل العلاقات في ضوء الرغبة الرومانية في مزيد من التعاون مع مصر فيما يتعلق في هذا المجال؟ يعني يمكن زي ما ذكرت لحضرتك العالم الآن يتعامل مع الدولة المصرية باعتبارها المدخل الآمن للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية. يمكن تشكيل منطقة التجارة الحرة القارية واللي ضمت يعني أكبر ثلاث تكتلات اقتصادية في إفريقيا هي الكوميسا والسادك والإياك في شرق أفريقيا في منطقة تجارة حرة واحدة بتعد هي الأكبر من حيث عدد السكان في تاريخ منظمة التجارة العالمية. هذا إنما يمكن أن يضفي يعني مستقبلا كبيرا نحو النفاذ للأسواق الإفريقية اللي بتعد ما زالت حتى هذه اللحظة يعني قاصر معدل التبادل التجاري باعتبار أنها القارة الأغنى في الموارد الاقتصادية أو حتى في الاستثمارات التي يمكن أن تستثمر داخل القارة الإفريقية. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسل التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من منتدى الأعمال المصري الروماني. جرمين، بعد التحية أطلعينا على آخر المستجدات فيما دار في منتدى الأعمال. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر هيئة الاستثمار تفاصيل منتدى الأعمال المصري الروماني والذي انطلق منذ قليل بحضور رئيسي وزراء البلدين أيضا وإلى جانب عدد من الوزراء ورجال الأعمال في مختلف المجالات الخاصة بالتعاون المصري الروماني. بيأتي منتدى أعمال اليوم بعد الاجتماع واللقاء الذي تم أمس بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الروماني في يعني هذا اللقاء وهذه الزيارة التي تعد الأولى لرئيس الوزراء الروماني منذ 20 عاما. وبتأتي أهمية يعني هذا المنتدى وبشكل عام هذه الزيارة في إطار عمل الجانب الروماني على زيادة الاستثمارات داخل القارة الأفريقية من خلال التعاون مع مصر باعتبارها جزء
جزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، وأيضا العمل من الجانب المصري على زيادة الاستثمارات والتعاون والتبادل التجاري مع الجانب الروماني. ويعني هذا أيضا بيترجم في أرقام، فبنشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز المليار دولار، وأن هناك عدد كبير من السلع اللي بيتم تصديرها من مصر إلى رومانيا وأيضا العكس. فهم يعني أمثلة هذه السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلى رومانيا بتتمثل في الأسمدة والحديد والصلب والخضروات والنباتات، وفي الجانب الآخر بتستورد مصر من رومانيا الحبوب. يعني منتدى الأعمال الذي كان منذ قليل بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ونظيره الروماني، كان هناك العديد من التعاون أو الحديث عن التعاون بين البلدين، فتابعنا كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تحدث على أن مصر تبحث عن أفاق جديدة لضمان الاستدامة، وأن الشركات الرومانية يمكن لها أن تلعب دور كبير في تحقيق هذه الأهداف في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون في مختلف المجالات الخاصة بالتنمية وأيضا المجالات التكنولوجية. وأيضا تحدث على أن يعني كل هذه الأهداف أو كل هذا التعاون سيساعد مصر في مواجهة كل التحديات الاقتصادية التي لا تواجهها مصر فقط ولكن أيضا دول العالم، كما أكد أيضا على أنه هناك علاقات قوية تجمع الجانب المصري والروماني، فعدد الشركات الرومانية في مصر تجاوز 100 شركة، وأنه أيضا تم توقيع شراكة لإنشاء مجلس الأعمال المصري الروماني والذي يعمل على يعني ترجمة كل هذا التعاون في شكل اتفاقيات بين الشركات المصرية والرومانية. كما أيضا أكد رئيس الوزراء الروماني في كلمته على أنه يبحث عن التعاون ومزيد من التعاون وضخ الاستثمارات داخل مصر، وأنها ذات أولوية، فهي أولى الدول الأفريقية التي يعني تعمل رومانيا على ضخ استثماراتها فيها في مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا، وأنه بيأتي اليوم بصحبة عدد كبير من الشركات في مختلف المجالات الخاصة بالصناعة والطاقة والزراعة، وأنه مصر ذات أولوية لرومانيا في يعني بزيادة الاستثمارات والتعاون بين البلدين. أيضا على هامش المنتدى تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الغاز الطبيعي وأيضا مجال الشباب وأيضا مجال التكنولوجيا والتعاون العلمي. فأيضا يعني حدث اليوم وأيضا لقاء أمس كان ترجمة لتطلعات الجانب المصري والروماني على زيادة الاستثمارات والتعاون والتبادل التجاري بين البلدين. أشكرك جرمين إبراهيم مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري الروماني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية من إعلاء للتضامن العربي وترسيخ المؤسسات الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الأخاء والمحبة بين الشعوب العربية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها، ما يحقق مصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت مؤخرا، مؤكدا دعم مصر الكامل لأعمالهم وللدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن الصحافة عموما والعربية على وجه الخصوص هي تواجه أوضاعا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار. وتطرق اللقاء إلى الأوجه المتعددة للعمل العربي المشترك والتحديات التي تواجهه وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها ككيان وطني جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة. وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، قدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم. رحل عن عالمنا رجل عظيم بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات. إنه رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل الذي كان على قدر المسؤولية الصعبة. بهذه الكلمات نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق، قائلا إنه كان رجلا فاضلا من خير رجال مصر وتجسد فيه ضمير هذه الأمة. وأكد رئيس السيسي أنه لم يرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. ولد شريف إسماعيل في 6 يوليو 1955 وشغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر عام 2015 حتى يونيو عام 2018، وقبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو عام 2013 حتى سبتمبر عام 2015، وكان آخر منصب تقلده هو مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو عام 2018. تخرج المهندس شريف إسماعيل في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس في عام 1978، ثم عمل مهندسا في البحث والاستكشاف حتى عام 2000، حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من عام 2000 حتى عام 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من عام 2005 حتى عام 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من عام 2007 حتى عام 2013. تقدم شريف إسماعيل باستقالته بسبب المرض في 5 يونيو عام 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وبعد صراع مع المرض توفي مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل عن عمر ناهز 68 عاما. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات التيسير الحصول على الترخيص الصناعية، لفت مدبولي إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، مشيرا لاستمرار الإجراءات حاليا لإصدار رخص جديدة قريبا.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة والنهوض به بالنظر لما يمثل هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري. وخلال ترأس اجتماعا لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية وصناعة التليفون المحمول في مصر، شدد مدبولي على اهتمام الحكومة ببذل مزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية. وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول في مصر، وما يتم حاليا من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، وذلك لإنشاء مصنع لهذا الغرض، موضحا أن الدولة تستهدف من خلال هذا التعاون التوصل بنسبة المكون المحلي في هذه الصناعة إلى 40%. ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في التعامل مع الكثير من الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال يناير الماضي، الذي شهد الاستجابة لنحو 502 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لتنفيذ قوافل طبية قامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 5882 حالة بمحافظات البحيرة والبحر الأحمر والغربية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت الجهود خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2590 عنصراً إجرامياً، ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 907 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 رشاش و149 بندقية آلية و112 بندقية خرطوش و35 مسدس و608 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 420 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3942 قطعة سلاح ناري بحوزة 3975 متهماً أبرزها جيرينوف ورشاش و505 بندقية و380 بندقية آلية و218 مسدساً و2837 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و670 خزينة، إضافة إلى 6989 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة،
نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 32 تشكيلاً عصابياً، ضموا 103 متهماً، قاموا بارتكاب 155 حادث متنوع، كما تم ضبط 518 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 301 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 521 متهما، كما تم إعادة 26 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,137,834 حكما قضائيا، من بينها 8,168 حكم جناية و 667,839 حكم حبس جزئي و 123,647 حكما مستأنفا و 1,039,051 حكم غرامة و 299,129 حكم مخالفة. هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 156 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 21 طنا، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 42 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 23 طنا، وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طنا الأسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 462 قضية، من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على المشاركة الفعالة في كافة أنشطة منظمة التعاون الإسلامي، ما يسهم في تعظيم دورها لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم الإسلامي، خاصة ظاهرة الإسلاموفوبيا. كذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد اجتماع وزراء خارجية في نواكشوط الشهر المقبل، كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والأزمات التي تشهدها العديد من الدول، مؤكدين على أهمية مواجهة مثل هذه التحديات التي تستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي. أكد المستشار الألماني أوليف شولتس أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الأسلحة التي تلقتها من الدول الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية. وقال شولتس إن حلفاء أوكرانيا اتخذوا خطوات جديدة في مجال الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بتقديم دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى. من المنتظر أن يمنح الغرب أوكرانيا دبابات قد يصل عددها إلى ما بين 120 إلى 140 دبابة من دول مختلفة، من ضمنها 14 دبابة ليوبارد 2 سوف تسلمها ألمانيا من مخزون جيشها. جرد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي العديد من السياسيين السابقين ذوي النفوذ من الجنسية، وذلك في أحدث خطوات لما وصفه بتطهير البلاد من التيارات الموالية لروسيا. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأوكرانية أن القائمة تضم العديد من كبار السياسيين من مكتب الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي تم عزله من منصبه في عام 2014، وشملت القائمة أيضا وزيري التعليم والداخلية السابقين.
أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية لإقليم خرسون أن قوات روسية قصفت الإقليم 60 مرة خلال 24 ساعة الماضية. ذكرت الهيئة أن القوات الروسية أطلقت نيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات على البلدات السكنية، كما هاجم الجيش الروسي مدينة خرسون 6 مرات. قفز معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى منذ 70 عاما وسجل 11.1% في شهر يناير الماضي. وأرجع مكتب الإحصاء الاتحادي في النمسا السبب الرئيسي وراء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية وزيادة تكاليف شبكة توزيع الكهرباء بشكل حاد مؤخرا. حذر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان من مغبة أن تؤدي العقوبات الغربية وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل، وقال الوزير السعودي أن بلاده تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا لأغراض الطهي والتدفئة. أعلنت السلطات الأمريكية إسقاط المنطاد الصيني قبالة ساحل ساوث كارولينيا متهمة بكين بالقيام بأعمال تجسس. في المقابل أكدت الصين أنها سترد على الخطوة الأمريكية واعتبرتها انتهاكا خطيرا لممارسات دولية، مشيرة إلى أن المنطاد كان يستخدم لأغراض الأرصاد الجوية. أزمة جديدة تشعل حدة التوتر بين بكين وواشنطن، حيث نددت الصين بإسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا حلق فوق مياه الأطلنطي المطلة على السواحل الأمريكية. حادث إسقاط المنطاد أثار حفيظة الصين التي أعربت عن استيائها الشديد، مؤكدة أنها سترد على الخطوة الأمريكية التي اعتبرتها انتهاكا خطيرا لممارسة دولية، واتهمت بكين بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة باستغلال الحادث ذريعة لمهاجمة الصين وتشويه صورتها، قائلة إن المنطاد كان يستخدم لأغراض الأرصاد الجوية بشكل أساسي. وتوالت ردود الفعل حول الحادث، حيث أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعم بلاده لقرار الولايات المتحدة بإسقاط المنطاد. أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فقد وصف عملية إسقاط المنطاد بأنها إجراء متعمد وقانوني، جاء ردا على انتهاك غير مقبول للسيادة الأمريكية من الجانب الصيني، متهما بكين باستخدام المنطاد في أعمال تجسس على أماكن عسكرية عالية الحساسية في الولايات المتحدة. السلطات الأمريكية أغلقت إثر حادث المنطاد 3 مطارات وأعلنت منطقة حظر طيران في المنطقة التي كان يحلق فيها المنطاد الصيني، كما ألغى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زيارته المقررة إلى بكين بسبب أزمة المنطاد، إلا أن بكين نفت وجود ترتيبات مسبقة مع الجانب الأمريكي بشأن الزيارة. شارك آلاف المحتجين في وسط العاصمة البيروفية ليما في أكبر تظاهرة منذ أن بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس دينا بولوراتي، واندلعت الإضرابات بعد إقالة واعتقال الرئيس الاشتراكي السابق بيدرو كاستيو في 7 ديسمبر الماضي.
في أكبر تظاهرة منذ ديسمبر الماضي، تجمع آلاف المحتجين في وسط العاصمة البيروفية ليما للمطالبة برحيل الرئيسة دينا بولوارتي. أعضاء نقابات للفلاحين ومنظمات مدنية وحركات طلابية وعدد من سكان ليما تجمعوا في ساحة دوس دي مايو للمطالبة مجدداً باستقالة بولوارتي وحل البرلمان. الشرطة المحلية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تقدموا باتجاه مبنى البرلمان والقصر الحكومي، بينما تصدى المتظاهرون الذين ارتدوا خوذاً وحملوا دروعاً يدوية الصنع للشرطة بإطلاق ألعاب نارية. هذه التظاهرات جاءت غداة قرار للبرلمان البيروفي بتعليق أي مناقشات تهدف إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك حتى نهاية عام 2023، فيما ينص القانون على أن مدة ولاية الرئاسة والبرلمان تمتد لفترة 5 سنوات تنتهي في يوليو عام 2026. هذا واندلعت الاحتجاجات في 7 ديسمبر الماضي إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وتوقيفه بعد اتهامه بمحاولة انقلاب بعدما أراد حل البرلمان الذي كان يستعد لإقالته من منصبه، وحلت محله نائبته دينا بولوارتي. ووفقا لخبراء، يبقى الخيار الوحيد الممكن لتقديم موعد الانتخابات هو أن تستقيل بولوارتي، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يخلفها رئيس البرلمان خوسي ويليامز والدعوة إلى إجراء انتخابات على الفور. أعلنت تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق 10 مبادرات جديدة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. وقدم أعضاء التنسيقية عددا من المبادرات لتنمية الحياة السياسية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإبداعية والقيم الاجتماعية البناءة. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نسخة جديدة من المنتديات وعقب أيام من إعلان استراتيجية 2023 وانضمام الأعضاء الجدد من مختلف الأحزاب السياسية والكوادر الفاعلة في مصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 التي من المقرر أن تبدأ في 11 من شهر فبراير 2023 دون تأجيل، في سياق متصل تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 3 يونيو 2023، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم 10 يونيو المقبل. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 وسط إقبال منقطع النظير على زيارة المعرض، فضلا عن زيادة كبيرة في نسبة المبيعات هذا العام عن العام الماضي. ويشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية، ويشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع 5. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. فاطمة خليل والتفاصيل. فاطمة، شكرا محمد، شكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليارا و224 مليون دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 34 مليارا ومليوني دولار في ديسمبر السابق عليه.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المولى امتلاك قطاع البترول المصري لخبرات متميزة في مجال نقل الغاز الطبيعي ومد شبكاته، خاصة مع وجود نماذج ناجحة لنقل الغاز إقليميا مع عدد من الدول المجاورة بريا وبحريا. وخلال استقباله رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا، أضاف المولى أن هناك مجالات وفرصا جيدة للتعاون مع رومانيا في مجال نقل الغاز باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، مشيرا إلى أن فرص التعاون تشمل أيضا مجال البترول، فهناك شركات عالمية كبرى تعمل في مصر في إنتاج البترول، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لدراسة أوجه التعاون المشترك ذات الأولوية في هذا المجال. في منطقة الخليج، أغلقت سوق الأسهم السعودية منخفضة تأثرا بتراجع أسعار النفط وسط مخاوف من حظر الاتحاد الأوروبي على منتجات روسيا المكررة من النفط. هبط المؤشر السعودي بنسبة 1.34%، كما أغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4%، في حين صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 77%. كشف البنك المركزي العراقي عن دراسة مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات لتلبية الطلب على الدولار. وذكر البنك المركزي أنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهريا، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر. وذكر البنك أنه سيتم توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل استيراد السلع والبضائع. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا ومحمد لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. إلى اللقاء.